أصالة تكشف عن ابن جديد لها مع علاقة فائق حسن. أثارت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن ابن جديد لها، حيث رجح البعض أنها حامل من زوجها العراقي فائق حسن، لكن هذه الأخبار لم تتأكد حتى الآن. وجاء هذا الخبر بعدما نشرت إحدى الصفحات الفنية الناشطة على إنستغرام صورة تجمع أصالة بزوجها فائق حسن، علقا عليها بالقول أصالة لزوجها فائق حسن حبيب بمواصفات أخ وابن وصديق. وفي سياق متصل لفتت الأنظار زفت فؤاد عبد الواحد لأصالة نصري وزوجها فائق حسن على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض، وحينها تصدر اسم الثنائي الترند بعدما خلع زوجها ملابسه وأعطاها لزوجته ليدفئها بسبب البرد. أصالة مالكة جمال حلوة وأميرة وترضى بحصيرة. كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب صوتي لأصالة نصري وهي تتحدث عن تجربتها السعيدة بعد زواجها من فائق حسن، ما أكد شكوك حملها. هو لأنه شخص غير عادي بالعطاء بالطيبة مثل ما كان هو من زمان صديق وعزيز، ووقف جنبي وقفة أبطال.